فلذا أنسب شيء إذا أردت أن تناقش واحدا من أهل البدع، أول شيء ناقشه أنك لست بكافر، لأنك إذا ناقشته قال أنك كافر معناته ماذا ستخبره؟ لن يقبل كلامك. فأول شيء لابد أن تناقشه أنه إحنا يا أخي أنا مسلم وأنت مسلم، لكن بدنا نتناقش. فإذا اقتنع أنك كافر استحل دمك واعتبره قربة إلى الله بقتلك والعياذ بالله. طب شو الحل؟ العلم، العلم هو الذي يمنع، كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما ذهب إلى الخوارج وذهب لوحده فقالوا إنا نخشى عليك منهم، قال بل أذهب. العلماء ما بصير يخافوا على أنفسهم لوجه الله، فذهب فناقشهم ضمن قصة طويلة فرجع معه ألفان، رجع معه ألفان، أقنعهم أنهم أنتم على ضلال، توبوا إلى الله. إذا شو الحل مع من يحمل فكر التكفير وفكر الخوارج؟ الحل هو العلم، أن تعلمه وأن تسمح للدعاء أصحاب السنة بتعليم الناس وتدريسهم حتى تنقذ الناس من فكر التكفير والتفجير. فيا إخواني في الله، نسأل الله أن نحيا على العلم وأن نموت على العلم. ولكن أي علم؟ العلم النافع، علم الكتاب والسنة كما كان عليه سلف الأمة.